بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه الكلمة في دقائق معدودة بمشيئة الله عز وجل عنون لها من قبل الإخوة الأفاضل بعنوان كيف تقرأ في كتب الفقه. والحقيقة أنني وجدت أن هذا السؤال إجابته من أصعب الإجابة، وذلك أيها الإخوة أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الفقه صنعة، كما عبر بذلك أبو الوليد بن رشد في كتابه الضروري في أصول الفقه. والصنعة تعليمها من الأمور الدقيقة التي تحتاج إلى دربة وإلى ملازمة وطول مكث، وقبل ذلك توفيق من الله عز وجل وذكاء من الشخص ومناسبة في نفسه وذهنه. ولذلك فإن إجابة هذا السؤال قد يكون من أصعب الأمور، فما زلت أقلب هذا الموضوع في ذهني فلا أجد له جوابا، بيد أني سأحور الموضوع قليلا. فبدلا من أن يكون موضوع هذه المحاضرة كيف تقرأ في كتب الفقه، ليكن الحديث عن كتب الفقه بدلا عن كيفية القراءة فيها. فإن الكتب وسيلة من الوسائل المهمة في تحصيل العلم، ولذلك ما زال أهل العلم في الحديث وغيره يعتدون ويعتبرون بالوجادة للكتب طريقا من طريق التحمل وطريقا من طريق النقل والاعتماد عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه نقل بعض حديثه في حياته عن طريق الكتب والوجادة، كما كتب عليه الصلاة والسلام لهرقل وغيره من ملوك الآفاق. إذن هذه الكتب في الحقيقة هي وسيلة من وسائل تحصيل العلم، لأن طالب العلم يحصل العلم بوسائل، من هذه الوسائل الكتب كما مر معنا، ومنها الأخذ عن الأشياخ، ومنها الرواية، ومنها المذاكرة، ومنها الحفظ، وغير ذلك مما يكون مندرجا أو قسيما لهذه الأمور التي سبق ذكرها. والحقيقة أن الكتب والقراءة فيها كما أنه أمر مهم، فإنه أحيانا قد يكون سببا في الانصراف عن العلم، لأن ذلك يكون سببا في الانصراف من جهات. الجهة الأولى، حينما يرى المرء كثرة الكتب ويرى المرء كثرة العلم، فحينئذ يستصعب العلم ويستثقل قراءة هذه الكتب كلها، كما قال علي رضي الله عنه: العلم نقطة كثره الجاهلون بخوضهم. ولذلك كلما طال الزمان عن عهد النبوة كلما كثر الكلام وكثر الخوض وكثر التفصيل والتشقيق للمسائل، وأقل المسائل التي العمدة فيها على حديث أو حديثين لربما ألفت مجلدات، وأعني ما أعني بهذا الأمر. فعلى سبيل المثال، فقراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام ألف فيها أكثر من 15 مؤلفا من غير تتبع ولا استقراء لهذه المسألة. والإشارة بسبابة المصلي حال التشهد ألف فيها أكثر من العدد الذي ذكرته قبل قليل في نفي الإشارة وإثباتها وتتبع طرق الحديث وعلله وما يتعلق في محلها، وألقوا بأنها أربعة مواضع يشار فيها وما عدا ذلك من الأمور. إذا كانت المسألة بهذه القلة وهذه السهولة ومع ذلك يكثر فيها التشقيق، فإن كثرة الكتب أحيانا تكون سببا للبعد وتصعيب العلم على بعض الناس. الأمر الثاني، أن كثرة الكتب أحيانا قد تكون سببا في التكاثر، وقد قال الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وقد جاء من بعض من له لطائف في حديثه أن قال: إن جمع الكتب إذا كان من غير قصد الإفادة والقراءة فيها يكون من التكاثر. وهذا معروف، فإننا نعرف من طلبة العلم من يباهي غيره
وينافسه في شرائه أجد الكتب بل وأنفسها وأعتقها، فيجد أن للكتاب طبعتين فينتقي منهما الأغلى ثمنا لا الأفود له، ولربما اشترى الغالية بأضعاف أضعاف، وأعني ما أقول بأضعاف أضعاف قيمة الثانية، وإذا اشتراها فإنه لا يقرأ فيها لكون ورقها قديما مهتري أو لغير ذلك من الأسباب. فهذا في الحقيقة داخل كما ذكر بعض الفضلاء في قول الله عز وجل ألهاكم التكاثر، التكاثر في كل شيء، ومنه أن يتكاثر على الناس ويفاخرهم بكثرة كتبه وتميز طبعاتها وما يتعلق به. إذن قضية كثرة الكتب أحيانا قد يكون مشكل، وفي نفس الوقت فإنه لا شك ولا ريب أن من أكثر ما يعين على ضبط العلم وعدم السآمة فيه وعدم الملل في تحصيله وفي نقص الوقت في فهم العلم كثرة الكتب، لأن الشخص قد يقرأ كتابا فيمر عليه فهم المسألة إما فاقدا للفهم بالكلية، وإما أن يفهم جزءا منها لا على سبيل الإطلاق، فإذا قرأه في كتاب آخر الثاني وضح الأول وزاد قيدا وفتح مشكلا. كما أن في المرء إذا اشترى كتابا وإن كان الكتاب الثاني لا يغني عن الكتاب، يعني أو أن الكتاب الأول يغني عن الثاني، لكنه إذا اشترى الثاني فسيقرأ فيه فيجدد المعلومة التي قرأها في الأول. ولذلك قال بعض الفضلاء إذا أردت أن تعرف الرجل هل ما زال مع طول عمره وتقدمه هل ما زال ممن يجدد علمه أم لا، فانظر هل يقتني الكتب أم لا، فإن كان يقتني الكتب فمعناه أن الرجل ما زال يحدث معلوماته وما زال يقرأ، إذ المرء بطبعه يمل من الكتاب الذي لا يمل منه شيء واحد وهو القرآن، لا يخلق على كثرة الرد كما جاء في حديث الحارث الأعور عن علي، ما عدا ذلك من الكتب يمل منها صاحبها ويمل من تكرارها ويمل من الإعادة والنظر فيها، فإذا غير الكتاب بأسلوب واسم وورق آخر ربما كان ذلك سببا في تثبيت العلم، وهذا واضح. فنعلم من الذين لهم في طلب العلم 30 سنة و40 سنة غالبا الذين استمروا هم الذين ما زالوا يتابعون الكتب في فن أو في فنون فيقتنونها أو يقرؤونها من غير اقتناء كإعارة من مكاتب عامة ونحو ذلك. إذن أريد أن نعلم مسألة وهذه المقدمة جعلها مدخلا، أن الكتب هي نعمة من الله عز وجل ووسيلة لتحصيل العلم بطرق مختلفة لكسب المعلومة وفهم المعلومة السابقة والتذكر لهذا العلم، وقد تكون أحيانا فتنة لصاحبها، إما إذا رأى هذه الكتب الكثيرة استصعب العلم، وإما أن تكون فتنة حينما ينشغل بزخرف هذه الكتب وشكلها عن مضمونها، وهذا واقع لا نتكلم عن أناس بعيدين، فإن مننا من نعرف أنهم إنما يعتني في الكتب بهيئتها وشكلها والمفاخرة بها لا بالقراءة، ولذلك قد يكون بعض الناس كمثل الذي يحمل الكتب ولا يعلم ما فيها. إذن نرجع لمسألتنا، فالكتب مهمة جدا، وما زال أهل العلم يعنون بكتب الفقه ولهم في تحصيلها غرائب الأخبار وعجائب الآثار. وأذكر لكم قصة واحدة على سبيل الإيجاز كيف أن بعض أهل العلم يتعب تعبا كثيرا في تحصيل بعض الكتب. قيل إن إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية الإمام من أئمة المسلمين ولا شك، أن الإمام إسحاق رحمه الله تعالى أراد أن يتحصل على كتب الشافعي محمد بن إدريس في الفقه، فبحث عنها فلم يجدها، فقيل له إن رجلا كان ممن كتبها عن الشافعي، إن تلميذ الشافعي كتب عنه كتبه، وأن هذا الرجل قد مات وورث كتبه زوجته، أي ورثت زوجته كتب زوجها. قيل فكان إسحاق أو فإسحاق تقدم لهذه المرأة وتزوجها لا رغبة بها وإنما رغبة في كتب الشافعي التي عندها. إذن يتزوج امرأة لأجل أن يتحصل على كتب الشافعي، حتى قيل إن كتاب الجامع لإسحاق ما ندري، لكن قيل ما ندري صحة ذلك،
أن كثيرا منه إنما نقله من كتب الشافعي القديمة طريقة العراقيين التي أخذها بهذه الوسيلة. فالمقصود من هذا أن أهل العلم كانوا يعنون ويتعبون في تحصيل كتب، أمر عجيب جدا، وقد ألفت كتب مفردة في تعب العلماء في التحصيل على الكتب. هذه الكتب كتب الفقه الحقيقة كتب متنوعة ومتعددة، وأذكر مرة من المرات في بيت الشيخ عبد الرزاق عليه رحمة الله كانت كتب الفقه في مكتبته درفة واحدة، ولم يكن أحد يشك أن الشيخ من أكبر الفقهاء، بل الشيخ لما كان الشيخ عبد الرزاق فيه أقصد لما كان يدرس الطلاب في الشريعة قبل نحو من 40 قبل نحو من 50 أو 60 سنة كانوا يقولون للشيخ رحمه الله تعالى: يا شيخ أنت تأتينا بعلم لا ندري من أين تأتينا به، فما هو الكتاب الذي ترجع له يا شيخ لكي نأخذ منه هذا العلم؟ قال: أنا لا أرجع إلا لكتاب واحد، هذا الكتاب الذي بين يديكم هو الروض، فإن هذا الروض فيه مسألة وفيه تصوير للمسألة، فيه المسألة عنوانها، وفيه تصوير المسألة وفيه دليل المسألة وفيه ضابط المسألة. يقول الروض هذا فيه الأربع، لكن كيف تقرأ هذا الكتاب؟ انظر، هذا الرجل هذا العالم قرأ هذا الكتاب الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وكان يستخرج منه كلاما يقول استعجبني، يقول الكتاب عندنا فلا نستخرج ما استخرجت، لأن لقراءة كتب أهل العلم طريقة وفن ومسلك مهم جدا يجب أن المرء يعتاد عليه. فليست قراءة كتب الفقه كما تقرأ كتب الأدب يمر عليها المرء مرورا سريعا، وإنما لقراءة كتب الفقه طريقة اعتاد عليها أهل العلم، فلا بد من الانتباه لها. قبل الحديث عن طريقة قراءة الكتب، وإن كنت نسيت الرجوع لهذا الموضوع فذكروني فإني أنسى، أريد أن أبين مسألة، وهو أن كتب الفقه متنوعة ومتعددة وليست على سنن واحد ولا على مسلك واحد، بل من المهم إذا أردت أن تقرأ كتابا من كتب الفقه أن تعلم لما ألف هذا الكتاب وما غرض مؤلفه من وضعه. فإن بعض الكتب ألفت لأجل التعليم، كتب التعليم، حتى إن بعضها سميت كذا مسائل التعليم ككتاب ابن حجر الهيثم الشافعي، ففي كتب ألفت لأجل التعليم، وهذه الكتب التي ألفت لأجل التعليم أغلبها من المختصرات، فالمختصر يجعل ليتعلم به المبتدئ ويحفظه المتوسط ويستذكر به المنتهي، يستذكر يعني يتذكر العلم ويعرف مواطن المسائل بقراءة هذا المختصر. قلنا يبتدئ به المبتدئ فيرتاض ويتعود على كتب الفقه ويعرف مصطلحاتهم ويعرف تبويبهم، ويحفظه المتوسط، لأن المرأة إذا حفظ متنا فإنه يجاوز مرحلة المبتدئ ويكون متوسطا، وأما المنتهي فإنه يحتاج بهذه المختصرات للاستذكار، فإن المرأة بين الفينة والأخرى يحتاج إلى استذكار العلم الذي علمه. وأسهل طريقة للمراجعة مراجعة المحفوظ، ومن المحفوظ حفظ المختصرات كما قال الناظم: وبعد فالفقه عظيم المنزلة، قد اصطفى الله خيار الخلق له، لكنه بل كل علم يوضع بدون حفظ لفظه لا ينفع. فحتى المنتهي لا بد أن يكون حافظا لمختصر ونحو ذلك. إذن المختصرات جعلت لهذه الأغراض، لم تجعل المختصرات، شوف عبارتي، لم تجعل المختصرات لمعرفة المذهب. ولذلك يقول بعضهم، وهو ابن قاسم قطلوبغة الحنفي: اعلم أن التصحيح النصي مقدم على التصحيح الالتزامي. التصحيح الالتزامي ما هو؟ أن يأتي مؤلف فيقول: إن كل ما ذكرته في هذا الكتاب هو المعتمد في مذهب فلان، هذا تصحيح التزامي. يقدم عليه التصحيح النصي عندما يقول: هذه المسألة المعتمد والمشهور والصحيح أو المذهب كذا فيها. إذن فالنصي مقدم على التزامي. ولذلك إذا أردت أن تنسب قولا لمدرسة ما، فحينما تنسبه لمختصر يعتبر ذلك قصور، ليس خطأ وإنما هو قصور، وتمام العمل
أن تذكر من الذي صحح من كتب التصحيح والترجيح وبيان المذهب الصريحة، هذا هو الصواب فيها. ولذلك قل ما يوجد كتاب من المختصرات إلا ويوجد فيه من الأخطاء والفوات، ولذلك ألف العلماء كتبا، انتبهوا معي، ألفت كتب باسم كتب التصحيح، هنا كتب اسمها كتب التصحيح، والتصحيح إنما يكون في الغالب المختصرات، يأتي المختصر فيقول إن صاحب المختصر أخطأ في كذا فخالف، لم يحسن في التعبير في كذا وهكذا. إذن كتب التصحيح هذه كتب موجودة جدا، كتب موجودة ومشهورة جدا، ومنها مما طبع كتاب تصحيح التنبيه للنووي، ومنها كتاب تصحيح المنهاج للبلقيني، والبلقيني ألف النص الأخير وما ألف النص الأول من الكتاب، وذلك هو لا يوجد إلا النص الأخير لأن النص الأول ما ألفه، وهو كتاب يدل على سعة علم هذا الرجل واطلاعه. ومنها تصحيح القدوري على مذهب الحنفية لصاحبنا ذكرنا قبل قليل ابن قاسم قطلوبغة، ومنها كتاب تصحيح الفروع لمن؟ للقاضي علاء الدين المرداوي على مذهب الإمام أحمد. والعلماء يقولون كما ذكر ذلك بعض المحشين أن الإطلاق عندهم خطأ، فالإطلاق في الكتب خطأ، فمن تصحيحه أن تذكر القيد. إذن أريدك أن تعلم مسألة مما ذكرته وألخصها، أن من أهم الأمور أن تعرف الغرض من تأليف المؤلف، فمن أغراض المؤلفين في المختصرات قصدهم التعليم، فلا تنزل المختصر منزلة فوق منزلته، فإنما مقصود به التعليم والاستظهار والحفظ والتذكر. ولكن طالب العلم الدقيق إذا أراد أن ينسب مسألة لمذهب فلا يأخذها من المختصرات، وإنما يأخذها ممن صحها تصحيحا صريحا، فلا تجاوز به المراد. كما أن هذه المختصرات، انظر معي، كما أن هذه المختصرات لم تجعل أصلا للتدليل، فإن هناك كتبا جعلت للتدليل، هناك كتب ألفت للتدليل. وبعض الناس يبحث عن مسألة في مذهب ما ويريد دليل هذه المسألة، فينظر في كتاب وكتابين وثلاثة يقول لم أجد لها دليل. نقول لأنك لم تبحث في الكتب التي عنيت بالتدليل، وإنما بحثت إما في مختصر أو في كتاب ذكر خلاف نازل أو في كتاب إنما قصده التفريع، فهناك كتب من الفقه الغرض منها التفريع وسأشير له بعد قليل. إذن أريد أن نرجع مرة أخرى، إذا المختصرات نوع عرفنا غرضه، وعرفنا ما يتعلق بالمختصرات أن هناك كتب ألفت عليها تسمى بالتصحيح إضافة للشروح. الغرض الثاني من أغراض المؤلفين في التأليف في الفقه الذي أشرت له قبل قليل، وهو التدليل، التدليل على المسائل. وهذه الكتب مهم جدا أن طالب العلم يعرفها، أن يعرف هذه الكتب، لكي إذا أراد دليل مسألة أو مناطها فإنه يرجع إلى هذه الكتب، فإن هذه الكتب هي العمدة في ذلك. وقبل أن أذكر بعض من أسماء الكتب في هذا الباب بحسب ما يسمح به الذهن، اعلم أن التدليل أنواع، فهناك كتب ألفت للتدليل النصي، هناك كتب ألفت للتدليل النصي يعني الأحاديث التي تدل على هذا المذهب. فعلى سبيل المثال سنن الدارقطني، هذا الكتاب ألف للتدليل لمذهب الشافعي. سنن الدارقطني هذا المشهور أساسا ألفه أبو علي رضي الله رحمه الله أبو الحسن علي الدارقطني للتدليل على مذهب الشافعي. وكذلك كتب البيهقي وخاصة المعرفة، معرفة السنن والآثار، إنما أتى به لحشد الأدلة التي توافق مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. ومثله على مذهب الإمام أحمد سنن الأثرم، وقد وجد بعضه وفقد أكثره. وعند أبي حنيفة النعمان وأصحابه أشهر كتبه كتاب العظيم، كتاب أبي جعفر الطحاوي، شرح مشكل الآثار وشرح معاني الآثار، فإنه في الحقيقة ذكر هذه مسندة للتدليل على مذهب أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى. ومثل مذهب مالك وأجله موطأ مالك، فإنه للتدليل للمذهب. إذن المقصود أن هناك كتب مسندة للتدليل، وهناك كتب بعد ذلك جمعت للتدليل، للتدليل ما أتيت بالتعليل بعد، وإنما للتدليل النصي.
من الكتب التي عنيت للتدليل النصي على مذهب أحمد، لعلي أختصر ولا أذكر إلا كتب مذهب الإمام أحمد اختصارا، من الكتب التي عنيت بالتدليل على مذهب الإمام أحمد كتاب مهم جدا جدا، وهو كتاب الممتع شرح المقنع لابن المنجى. هذا الكتاب مهم جدا، هو الذي ألف ابتداء لحشد الأدلة للرواية التي أوردها المقنع صاحب المقنع الموفق والرواية الأخرى التي أشار إليها. ولذلك لا يستغني أحد يريد الاستدلال لمذهب الإمام أحمد عن هذا الكتاب، وأغلب أو كثير من هذه الأدلة التي فيه نقلها البرهان بن مفلح في المبدع، وكثير من أدلة صاحب المبدع نقلها صاحب الكشاف. إذن صاحب الكشاف ينقل أكثر الأدلة عن المبدع، والمبدع استفاد كثيرا من كتاب الممتع لابن المنجى رحمة الله على الجميع. إذن من اقتنى هذا الكتاب وهو الممتع في 6 مجلدات، إذا أردت أن تفتحه فإنك لا تفتح تبحث عن خلاف ولا حل ألفاظ ولا تفريع ولا تبيين مسائل، وإنما تفتحه لأجل الاستدلال فقط، لأجل الاستدلال. والكتب تتعلق في الاستدلال في جمع الأحاديث وتخريجها كثيرة جدا، ولكن أريدك أن تعلم أن هناك كتبا ألفت في الاستدلال. النوع الثالث هذا انتبه له، أن من الكتب المهمة جدا الكتب التي ألفت لأجل ذكر الخلاف. هناك كتب الغرض منها ذكر الخلاف فقط، وقد يكون ذكر الخلاف نازلا أو عاليا. فإن كان عاليا فإنه اصطلح بعض أهل العلم على تسمية هذه الكتب برؤوس المسائل، فتكون رؤوس المسائل الخلاف فيها. وإن كان نازلا يعني الخلاف داخل مذهب واحد، فإنه تسمى كتب ذكر الخلاف المذهبي. هذه الكتب مهمة جدا جدا جدا، لأنه في الغالب إذا أردت أن تحكي قولا في المذهب مذهب ما، فلا بد أن ترجع لهذه الكتب لحكاية الخلاف النازل فيها. هذه الكتب تحشد لك الخلاف الموجود في الكتب كله وتجمعه في كتاب واحد. هذه الكتب غالبا مع ذكر الخلاف يبينون ما هو المعتمد، لأن من أجل القواعد في معرفة المعتمد معرفته باعتبار الأكثر. فمؤلف هذا الكتاب قال إن هذه المسألة وجدت فيها وجهين، الوجه الأول قال به 10 والثاني قال به 3، بناء على ذلك يخذ بقاعدة أن المعتمد والمشهور، خلنا نقول المشهور لأن المشهور مرادف لقول الأكثر، أن المشهور هو الأول دون الثاني. من قواعد بيان المعتمد والصحيح المذهب متعددة تصل إلى 6 أو 7 قواعد، منها قول الأكثر. كيف تعرف قول الأكثر؟ عن طريق هذه الكتب. الأول قال به فلان وفلان وفلان وفلان. شوف الكتب التي عنيت، ركز معي، الكتب التي عنيت بذكر الخلاف في داخل المذهب كثيرة جدا، ولكنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول كتب تذكر كل خلاف المذهب، كل خلاف في المذهب تذكره، وهذا مثل الكتاب العظيم الذي هو من أهم كتب الحنابلة، وهو كتاب الإنصاف للقاضي علاء الدين المرداوي، واسمه الإنصاف في معرفة إيش؟ الخلاف. والمراد بالخلاف هنا خلاف إيش؟ المذهبي النازل، فإنه لا يذكر خلاف الأئمة كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي. هذا الكتاب مهم جدا ولا يستغني عنه طالب علم في معرفة في ضبط مذهب الإمام أحمد ومعرفة الخلاف فيه، فإنه جمع ما وقف عليه من كتب، وقد كان علاء الدين المرداوي ناظر مكتبة، ناظر المكتبة العمرية، ليس عنده عمل إلا الجلوس في المكتبة، فلذلك كان يجمع الكتب ويجمع جمعا لم يسبق إليه عليه رحمة الله. من أهم الكتب التي جمعت الخلافة كله في مذهب ما كتاب العزيز للرافعي، وكتاب العزيز للرافعي هذا من أهم كتب الشافعية، حتى قال ابن النقاش شيخ الحافظ ابن حجر: اليوم رافعية لا شافعية، أصبحت لا ترجع لكلام الشافعي ونسيتموه، وإنما ترجع لكلام الرافعي. ومن النكت هنا أن بعض من استدرك على الرافعي وهو عبد الرحيم الإسنوي في كتاب استدركه على الرافعي قال: وقد وقفت على كتب لم يقف عليها الرافعي. شوف الرافعي هذا الذي اعتمدوه، لكن فوق كل ذي علم عليم،
أو فوق كل ذي علم عليم. هذا الرافعي مع وقوفه على هذه الكتب، إلا أنه لم يقف على بعض الكتب، جاء من بعده بنحو 200 عام ففاخر فقال وقفت على كتب لم يقف عليها الرافعي. وقد ذكروا أن الرافعي لم يقف على كتب الشافعي نفسه، لم يقف على كتاب الأم، قيل ذلك لا أدري، لكن نقل أنه لم يقف على الشافعي، بحث عنه لم يجده. وهذه هنا نكتة لو نخرج قليلا، هذا الرافعي الذي ملأ الدنيا سمعا وبصرا في زمانه، حتى قيل إنه الاعتماد على كلامه الشيخان هو والنووي، ومع ذلك لم يقف على هذا الكتاب الذي أصغر طلبة العلم عندنا يستطيع الوقوف عليه. لا أقول أصغر طلبة العلم، بل كلكم جميعا الآن في دقيقة واحدة تستطيع أن تفتح عن طريق جهازك الذكي، فيفتح لك تأتيك 4 طبعات من كتاب الأم في جهازك الذي في جيبك. وهذا يدلنا على مسألة أن ننتبه لها، أن العلم ليس بكثرة الكتب، وإنما العلم ببذل الجهد، ببذل الجهد. بعض الإخوان يريد أن يتحصل على العلم ثم يأتيك يقول أعطني الكتب، أعطني الكتب لأسجلها. إذا شفت الرجل مقبل بهذه الهيئة فاعلم أنه قد لا يستمر في كثير من الأحيان. خذ العلم بالتدرج، وخذ العلم بالاكتساب، ولا تأخذ كلام غيرك في أسماء الكتب، وإنما خذ الخبرة في التعامل مع الكتب. أنت قد تحصل على كتب لم يقف عليها الرافعي مثل هذا الكتاب، ومع ذلك قارن علم من بعد الرافعي في مذهب الشافعي به لا يكاد أحد يقاربه إلا القريب. إذن ليس دائما كثرة الكتب ماذا؟ علامة العلم أو علامة التميز أو علامة الفهم، بل قد يكون ضد ذلك، بل قد يكون ضد ذلك. نعم، نرجع لكلامنا. إذن هذا النوع الأول من أنواع معرفة كتب الخلافة، وهو الخلاف الكلي في المذهب، وفوق كل ذي علم عليم لا بد أن يكون هناك قد فات بعضهم بعض الشيء. هناك نوع من ذكر الخلاف داخل المذهب، هناك كتب الغرض منها ذكر الخلاف القوي في المذهب. شوف، ذكر الخلاف القوي في المذهب، لا يذكرون كل الخلاف وإنما يذكرون الخلاف القوي فقط. هذه الكتب عند الحنابلة مثلا يقولون هي الكتب التي تبين الروايتين. القاضي أبو يعلى عليه رحمة الله، وهذا إمام من أئمة المسلمين، ألف كتابا سماه الروايتين والوجهين، وهو مطبوع وموجود. أراد أن يبين أن هذه المسألة أهم شيء فيها قولان، ما عدا ذلك هي روايات وأقوال لكنها ليست قوية. جاء ابنه فكمله فسماه التمام، وقبلهما أبو بكر عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال في كتاب زاد المسافر، وفي التنبيه وفي الشافي. أراد أن يذكر الخلاف القوي فقط الروايتين، ولا يذكر ما عدا ذلك. من طريقة المتأخرين الذي عني بذكر القولين، وهو من أهم الكتب ويجب على طالب العلم أن يقتنيه إن أراد أن يعرف الخلاف القوي في المذهب، وهو كتاب الكافي للموفق بن قدامة. وهذا كتاب عظيم جدا، تستفيد منه أمرين: الخلاف القوي وهو روايتان القويات، ومن أهم الكتب في معرفة قواعد المذهب هذا الكتاب. هذا الكتاب يضبط لك القواعد والمناطات، وهي الأدلة وهي الأقيسة، المناطات هي الأقيسة، ففيه من العلم الشيء العظيم. وأحد المشايخ الكبار العلماء رحمه الله تعالى مرة يقول: لم أقرأ، ما توفي رحمه المشايخ الكبار الذين الكل يعرفه بلا استثناء، كان يقول: هذا الكتاب كنت غافلا عنه ولم أعلم به إلا متأخرا، كنا غافلين عن هذا الكتاب وهو الكافي، لأن فيه علما عظيما، وهو كتاب الكافي الموفق، كفى بكاف عليه رحمة الله. كذلك عند الشافعية كتاب السلسلة في القولين، عند الحنفية عدد من الكتب التي تعنى بالقولين، وعندهم تجر الكتاب الليث السمرقندي يذكر جميع الروايات، وهكذا الكتب كثيرة فيه. وقلت لكم أن لن أذكر أسماء الكتب لكي لا نشتت الذهن ولا يضيع الوقت. عندنا النوع الثالث من الكتب لكي تعرف الكتاب هذا ما الغرض منه، وهو الكتب التي جعلت لأجل التفريع، بمعنى أن يذكر المسألة الكلية وما الذي يتفرع عليها. هذا النوع من الكتب مهم جدا في اكتساب ملكة الفقه، لأنه يعني يعطيك القاعدة الفرع وهو الأساس، ثم يستقرأ لها أصلا، ثم يبني على هذا الأصل العدد من الفروع الفقهية. كتب التفريع هذه من الكتب المهمة التي تكسب الشخص الملكة، وتكسبه حسن بناء المسائل بعضها على بعض، وألا يناقض قوله في مسألة المسألة الأخرى.
ومن أجل الكتب أنا أعطيك الكتب الواضحة التي غير يعني مشهورة جدا، منها عندك كتاب صاحب الإنصاف ذكرناها قبل قليل، فإنه يعنى بالتفريع فيقول هذه المسألة يبنى عليها كذا، ولذلك إذا قال فوائد يقول وعلى القول بالقول الأول فيكون كذا كذا كذا، وعلى القول بالقول الثاني كذا. المغني يعنى دائما بالتفريع فيذكر المسألة الكلية ومناطها ثم يذكر التفريع تحتها بعد ذلك. هذه علم التفريع الفقهي له قواعده الحاكمة، له قواعده، وبالإمكان نجعل يوما كاملا في التفريع، لكن أعطيك بعض القواعد. أن تفريعه مبلعب، عندهم قاعدة أننا لا نفرع إلا على القول المعتمد، القول غير المعتمد لا يفرع عليه إلا من باب التفقه فقط، وذلك دائما إذا رأيت قولا قد فرع عليه فهو المعتمد، نص على ذلك في الإنصاف ونص على ذلك صاحب العزيز قال ولا تفريع إلا على المعتمد. فإذا رأيتهم يفرعون على قول إذن هذا هو القول المعتمد عندهم، القول الثاني إذا لم يفرعوا عليه فليس بالمعتمد. الأمر الثاني أن فائدة التفريع أنه يعطيك لوازم القول وما بني عليه، فإن كان القول فيه إشكال فالتفريع سيكون فيه إشكال، وذلك بعد التفريع قد تصحح اجتهادك في القول الأول فتجعل له قيدا. وذلك العلماء عندما يأتون بمسألة ويفرعون عليها ثم ينتصرون الأصل فمعناها أنهم نظروا القول ونظروا إلى لوازمه فوجدوا أنه منضبط وأنه مضطرد، وهذا مما يقوي تصحيح القول الأول، لأنكم تعلمون أن من النواقض للعلة والحكم وهو ماذا؟ وهو العكس، بأن تأتي بما وافقه في العلة ولا يثبت فيه الحكم فيكون حينئذ ناقضا. إذن كتب التفريع هذه مهمة، وغالب من يستفيد منها أحد سنين، إما شخص يكتسب الملكة ملكة الفقه، أو رجل يبحث عن جزئية وليست عنده يريد حكما فيجد في التفريع. وهذه مسألة التفريع هي التي أطال فيها الكلام وأنصح بكلام القيم في مسألة أرأيت أرأيت، أرأيت أرأيت هي التفريع، لكن بعض أرأيت أرأيت مذموم، وبعض أرأيت أو بعض الرأي ممدوح. والكلام قلت لكم في التفريع هذا يحتاج يوم كامل، يوم كامل في التفريع، متى يكون ممدوح متى يكون مذموما. النوع الرابع ما كان غرضا في التأليف الكتب، وهو أن يؤلف كتاب الفقه للتوضيح فقط، يأتيك لتوضيح المعاني فقط للتوضيح، وغالبا هذا في الشروح ويكون للمختصرات، ومثل التوضيح الحواشي. فعندك عندما تريد تجد الكتاب شرح وحاشية كيف تريد أن تفرق بينهما؟ الشرح للتوضيح والحاشية للاستدراك. غالبا أنا أقول هذا غالبا ليس على سبيل الطرد، غالبا الشرح يكون لتوضيح إذا كان عندك متن ترجع له، فإذا أردت توضيحه ترجع للشرح. الاستدراك والملاحظة والعناية ببعض دقائق المسائل تجدها في الحواشي ولا تجدها في الشروح. فكتب الشروح في الأصل المقصود منها ماذا؟ التوضيح، وليس المقصود منها التفريع، لكن قد يستطرد بعض الشراح ويفرع. الشروح في الأصل المقصود منها يعني ليس التدليل، ولكن بعض الشروح تعنى بالتدليل فتجمع بين التوضيح والتدليل. الشروح في الأصل لا يقصد منها ذكر الخلاف لا النازل ولا العالي، لكن بعض الشراح يذكر هذا وذاك، وذلك أن تأتي بشرح يجمع هذه الأمور كلها. كان بعض أهل العلم يقول يذم ذلك، فإنه سيكبر الكتاب ويجعل هذا الكتاب مرجعا في كل شيء. قال وهذا إنما يكون في كتب معدودة مثل كتاب المغني وغيرها، هو الذي يشمل كل شيء. هذه بعض الأغراض في التأليف، لأن طرق العلماء في التأليف عجيبة جدا ومتنوعة، ولو أردنا أن نتتبع كتبهم وطرائقهم فهي عجيبة. فبعضهم يؤلف كتب فقط في الألغاز الفقهية، وبعضهم يؤلف كتب مثل ابن مازة الحنفي يؤلف كتب في المسائل المحيرة. مسائل المحيرة، ما هي المسائل المحيرة؟ التي حيرتهم فلم يجدوا لها جوابا في مسائل يقول ها ما أدري. هذه المسائل المحيرة طبع كتاب ابن مازة وفي مجلد سماها المسائل المحيرة. بعض أهل العلم يؤلف كتابا في مسألة بعينها أو في باب بعينه، ومعرفة الكتب التي ألفت في باب مهمة جدا فإنها في الغالب تكون فيها من التفريع والتدقيق ما لا يوجد في غيرها. فكل فقيه من الفقهاء الكبار تكلم متقدمين إذا ألف في باب على سبيل الخصوص فإنه يتوسع فيه، مثل يعني بعض الذين ألفوا في أحكام القضاء وتوسعوا فيه،
وهكذا. بعض العلماء يؤلف كتبا فقط في غريب ألفاظ الفقهاء، ألف هذا الكتاب في الغريب، القصد منه بيان ألفاظ الغريب، مثل كتاب بن جبني في غريب المدونة، ومثل مثلا المطلع، ومثل تهذيب الأسماء واللغات لابن أبي الوفا القرشي، أو طبعا في الهداية، أو تهذيب الأسماء واللغات في المهذب للنووي، أو المغني لابن باطش. الكتب كثيرة جدا ما أبغى أذكر أسماءها. إذن مهم جدا إذا أردت أن تقرأ الكتاب، قبل أن ننتقل الجزء الأخير أختم بها حديثي، يجب أن تعرف أن هذا الكتاب الفقهي لما ألف. كيف تعرف ذلك؟ بفتح مقدمته. فأول ما تقرأ كتابا اقرأ مقدمته لتعرف هذا الكتاب لما ألف وما غرض المؤلف من تأليفه. فحينئذ إذا أردت مسألة أو أمرا معينا في كتب الفقه عرفت ما الذي ترجع له وما الذي لا ترجع له. بعض الإخوان يقول هذه المسألة يقولون موجودة عند المالكية، لم أجدها، بحث في الشامل، طبعا الناس عند الشامل هذه بحث فلم أجدها. أقول لم تجدها هنا، ستجد هذه المسألة لأنها من التفريعات في كتب التفريع، مثل التبصرة للخمي ستجد فيه مثلا، أو الكتب التي عنيت بالتفريع وهي متعددة يعني تتعلق بالتفريع وهكذا. إذن معرفة مظنة المسائل مهم جدا. واحد يقول أبحث عن دليل، ابحثه هنا. واحد يبحث عن تفريع وهكذا يجدها في مسألته. طيب أختم حديثي في آخر خمس دقائق، والمقدمة التي ذكرتها قبل قليل لا أخفيكم سرا أنني أتيت بها لتطويل المحاضرة، لأنه قيل لي اجعل هذه الكلمة نصف ساعة أو أكثر، لأن كيفية قراءة كتب الفقه الحديث فيها خمس دقائق أو عشر، وجعلت هذه المقدمة التي قبل قليل أبحث عن كلام وأنا أتكلم قبل قليل لكي نطيل المحاضرة. موضوعنا الصلب المحاضرة هو الآن كيف تقرأ كتاب فقه. باختصار اعرف النوع الكتاب الذي ستقرأه فاقرأه للغرض الذي ألف له، هذا واحد. الأمر الثاني، إياك أن تقرأ كتاب فقه دون دربتك ومعرفتك بمصطلح أهل الفن. من لم يعرف مصطلح أهل الفن يأتي بغرائب الأمور وعجائب الفهوم. الذي يقرأ في رسائل الباحثين المعاصرين وخاصة الطلاب في المجلس يقرأ عجب عجب عجب، فهم كلام بلغتنا الدارجة، أو فهم كلام هذا الفقيه بلغة شراح الحديث، أو فهم كلام هذا الفقيه بلغة الأصوليين، لأن استخدام الفقهاء أحيانا بعض المصطلحات يخالف استخدام الأصوليين. وهناك يعني محاورة كانت تكلمت عن قضية الفرق بين استخدام هؤلاء وهؤلاء. إذا لابد أن تعرف اصطلاح القوم. من النكت التي تذكر يقولون، أو يقول ابن دقيق، يقول ابن بدران، أنني كنت أقرأ على شيخ في الشام، فجاء باب المدبر، فجاء أحد الطلاب يسأل ابن بدران، قال يا شيخ ما معنى المدبر، ما معنى المدبر؟ يقول فهذا الشيخ حك رأسه، ما لها قال هكذا أو أنا أحكيها بالمعنى، فجلس يحك رأسه وأرجع عمامته قليلا ثم قدمها، قال المدبر هو الذي يأتيه سيده في دبره. هذا جاهل وهو يدرس، ذكره الشيخ عبد القادر بن بدران. المدبر هو من؟ هو الذي علق عتقه على الوفاة، فيكون عتقه معلقا على دبر الحياة، أي في آخرها بعد الوفاة مباشرة. يقول عبدي فلان حر إذا مت، وحكمه حكم الوصية في الجملة، فيجوز بيعه ويجوز الرجوع فيه وهكذا. إذا بعض الناس يفهم خطأ، وذكر أظن صاحب المواهب حطاب أو غيره، قال إن بعض الضعفة يشرح كتاب خليل بن إسحاق في الفقه، فمر بقوله في باب الوليمة وهو في الأكل بالخيار، فظن أن قوله بالخيار أي يأكل بمقدار خياره، فكان يشرح الطلاب يقول وأقل ما يعد أكلا في وليمة النكاح أن يأكل بحجم الخيارة. إذا مصطلح الفقهاء مهم جدا أن يعرفه. وهكذا الأمثلة كثيرة جدا بالعشرات، لكن نذكر بعضها قبل قليل. إذا معرفة مصطلح أهل الفن مهم. كيف تعرف مصطلح أهل الفن؟ بقراءة العلم على أهله. أسرع طريقة أن تقرأ على شيخ يعلم الفن، تقرأه على شيخ يعلم الفن. بل هل تعلم أن المذهبين قد يكون لأحد المذهبين مصطلح يستخدم غير المصطلح الثاني؟ بل المذهب الواحد، مدرسة العراقيين تخالف مدرسة الشاميين حتى الحنابلة في بعض المصطلحات، عند العراقيين لها مصطلح غير مذهب غير مصطلح الشاميين.
مثل ما جاء في كتاب الآدم المنور كلمات له دلالة تختلف عن دلالتها عند المفرق وغيره. إذن أهم شيء أن تعرف مصطلحات أهل الفن، والحديث فيه طويل. من المصطلحات معرفة الأسماء، معرفة الرموز، معرفة أشياء كثيرة، كل بحسبه. المبتدئ له مصطلحات والمنتهي له مصطلحات، وكل كتاب له مصطلحات. الأمر الثاني إذا أردت أن تعرف، أو الأمر الثالث، هذا الأمر الثالث، إذا أردت أن تقرأ كتب الفقه فاعلم أن قراءة كتب الفقه تحتاج إلى تأمل، ولا تقرأ بسرعة، تحتاج إلى تأمل وأن تقف مع اللفظ. واعلم أن كتب الفقه فيها ميزة، وخاصة كتب الفقه التي ألفها العلماء في المذاهب المتبوعة الأربعة، فإن الكتاب الواحد إذا ألفه الرجل فإنه في الغالب يكون قد أخذه من من قبله، فاختصر عبارة من قبله فهو محاك له. ثم إذا ألف هذا الكتاب جاء بعده من يشرحه، ثم جاء من يحشي عليه ويستدرك عليه، وهذا من المكتوب. ناهيك عن الألوف الذين أقرأوه وبينوا الخطأ فيه. ولذلك وخاصة في المتون المشهورة، في الغالب لمن أراد أن يتعب سيجد أنه مخدوم خدمة دقيقة جدا، وكل كلمة فيها موزونة، وإذا كانت الكلمة غير موزونة صححوها في كتابنا أو في آخر، لكن بعض الطلبة قد يقف على الكتاب، بعضهم لا يقف عليه. أما الذي يؤلف ابتداء بلغته الآن، ثق أن في كلامه قد يكون في بعض الخطأ ما لم يستفد من كلام الأوائل. إذن العلماء بعضهم يأخذ من بعض، وذلك إذا أردت أن تقرأ كتبهم فقرأها بتأمل، وقرأها بنظر دقيق، لأن لهم اعتبارا كبيرا. وبعض أهل العلم لما ألف بعض الشروحات كانت طريقته أن يذكر المنطوق ثم يذكر المفهوم ويبين صحة المفهوم من عدمه، كما هي طريقة صاحب الإكليل في شرح مختصر خليل. فهذا الكتاب جميل في بيان المنطوق لكل مسألة والمفهوم. وابن المنجى في الممتع كثيرا ما يبين مفهوم صاحب كلام مقنع، يقول مفهومه كذا ومفهومه كذا. وأصحاب الحواشي والشروح المنتهى والإقناع دائما ما يذكرون المفهوم المنطوق ويبينونها، ولك عندهم قاعدة: هل المقدم مفهوم المنتهى أم منطوق الإقناع؟ قالوا إن منطوق الإقناع مقدم على مفهوم المنتهى، وأما إن كان منطوقين فيقدم منطوق المنتهى عليه، وهذه مسألة مشهورة الكل يعرفها. الأمر الأخير في مسألة كيفية قراءة كتب الفقه، أنه لا بد في كتب الفقه من إعادتها وتكرارها وعدم الاكتفاء بمرة. حقيقة أحزن عندما أرى طالبا نجيبا فتقول له، يقول أنا الكتاب الفلاني قرأته خلاص لن أرجع له، أو يقول قرأت الفقه للاستغراق، ماذا قرأت؟ قرأت الكتاب الفلاني. تعجب أن تأخذ منه هذه الكلمة مع نجابته وذكائه وحرصه. لا يمكن أن تنال العلم بقراءة ولا قراءتين ولا ثلاث ولا أربع. كلنا إلا ما ندر من الناس يستحضر الشيء قريبا ثم ينساه، إلا قلة من الناس. يقولون إن الزمان، علماء النفس يقولون لا يوجد في العصر كله إلا عشرة، كل عصر يوجد فيهم إلا عشرة عندهم هذه الحالة التي إذا مر على الشيء لا ينساه. العلم ينسى، فلا بد لك من استذكاره، فلا بد من المراجعة. طيب، هذا العلم نقول العلم ينسى، فكيف يمكن لك أن تستذكر هذا الكلام عندما تقرأ كتاب فقه؟ لأهل العلم مسالك، افعل أي مسلك من هذه المسالك، سأذكر بعضها على سبيل التمثيل لكي لا يظن المرء أنه على سبيل الحصر. بعض أهل العلم، هذه طريقة قديمة عندهم، أنه كان يجعل له كتابا واحدا من كتب الفقه يرجع إليه دائما، وكل كتاب فقه يقرأه يجد فيه زيادة على هذا الكتاب يثبت هذه الزيادة في هامش هذا الكتاب، فيكون هذا الكتاب عنده هو المرجع. إذا أراد أن يراجع أو يستذكر أو يحضر للدرس رجع لكتابه هذا فقط. وإذا تجد يقول نسخة فلان من كتاب كذا، تجدها مليئة بالحواشي. الشيخ عبد الله أباطين أن توفى عن سنة أظن 1252 أو 85 عفوا، نسخة من الروض مليئة بالتعليقات، ونسخته هو من المنتهى مليئة بالتعليقات. وجد فائدة عند شخص وقف على كتاب أثبتها. ولذلك بعضهم يقول إن أحيانا قد تأتيك السانحة في مسألة فقهية إلا تسجلها ضاعت، كيف تسجلها في محلها؟ في مظنتها في الكتاب.
ميزة أنك تسجل على مظنة هذا الكتاب أنك حتى ترجع لهذا الكتاب وتجد المظنة ستذكر هذه المسألة وما قبلها وما بعدها، وستقرأ حتى تجد المسألة في مظنتها. هذه طريقة. طريقة بعض أهل العلم آخرون أنه إذا وجد مسألة كتبها، يجمع ثم يجمع المتناظرات وحدها ثم بعد ذلك يؤلف بينها، فيكون من باب جمع النظائر. وهناك طرق كثيرة جدا، بعضهم إذا وجد فائدة لا بد أن يلتقي بطالب أو بزميل فيخبره بهذه الفائدة لكي لا ينساها. دائما الفائدة إذا قرأتها خبر بها زميلك، تبقى في ذهنك أكثر. دائما تكلم بالفائدة، لا تكن ظنينا بها، فإن الحديث بالعلم زكاته، والزكاة نماء له، وهذا مجرب. كل فائدة تجدها خبر الناس بها، قل لزملائك وجدت هذه الفائدة وتكلم بها، فإنها تثبت في الذهن بإذن الله عز وجل. ما يتعلق بقراءة كتب الفقه، أن قراءة كتب الفقه من الأشياء المهمة فيها أن تقرأ على الشيخ، ولذلك سبحان الله العظيم من خصائص هذه الأمة القراءة على المشايخ. واحرص على أن تقرأ على شيخ يحسن الفن، لأني أعلم أن هناك من يريد أن يتعلم الفن على رؤوس الطلاب، فيقول أقرأ الطلاب هذا الفن لأتعلمه. أعرف من يقول هذا الشيء، من لا يحسن الأصول يقول سأدرس الأصول لأفهم الأصول، أن تظلم الطلاب الذين عندك. فلا تقرأ الفن على إلا على من يحسنه، لن تصل لمن وصل، أو لن قد لا تجد من وصل في العلم منتهاه أو بلغ فيه درجة عالية، وإنما الإنسان يبحث عن من يقرأ عليه. وطريقة أغلب المشايخ أو كثير من المشايخ أنه يستمر في القراءة على شيخه حتى يفرق بينهما سفر أو عجز أو وفاة. الشيخ عليه رحمة الله كان يحضر درس أناس في السبعين من عمرهم، ما انقطعوا عن درسه. بعض الإخوان يبدأ في الدرس أسبوعين ثلاثة ثم ينقطع، يمل، هذا ليس بطالب علم. الثاني يحضر ثم يقول اكتفيت. لا تقطع، وخاصة إذا كان شيخك له فضل عليك، لا تقطع الدرس أبدا إلا أن يفرق بينكم عجز أو موت أو سفر. وهذه ملاحظة عند أهل العلم قديم، وذا كان أهل الحديث يكتبون، يقوم من المحبرة إلى المقبرة. وما زال بعض أهل العلم يحضر، لا يلزم أن يكون درسا طويلا، وإنما درس القراءة والإفادة وحلق العلم، وخاصة من أخذ عن شيخه ونسب له الفضل، فيه من البركة ما لا تعلم. كما قال بعض أهل العلم إن من بركة العلم نسبته إلى أهله، وأن ينسب إلى الأشياخ فيذكرون ويترحم عليهم. إذا قصدي في قضية القراءة على المشايخ مهمة، والاستمرار فيها أهم، حتى وإن نال المرء علما عظيما. نعم بعض المشايخ يقول للتلميذ رح عني، مثل بعض مشايخ الشيخ العزيز لما قرأ عليه، هو الشيخ صالح بن إبراهيم، صالح بن عبد العزيز، لما قرأ عليه قال له الشيخ صالح بن عبد العزيز، قال له خلاص الذي عندي أخذته يا شيخ، رح لفلان محمد بن إبراهيم، الذي عندي انتهى خلاص رح. هو الشيخ طرد تلميذه، قال رح أنت الآن وصلت مرحلة أعلى مني، اطلع. والشيخ جاوز الناس، هو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. فالمقصود من هذا أن الاستمرار هذا مهم جدا، فاجعل في ذهنك الاستمرار، وهذا من بركة العلم. الحقيقة الحديث طويل وصعب، ولا أخفيكم يعني أني أتيت وأنا يعني لم أستطع أن أرتب أفكارا في هذا الموضوع، وذلك جمعت من ها هنا وها هنا لأملأ الوقت. هل وصلت نصف ساعة؟ وصلت نصف ساعة الحمد لله. لذلك أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كان أحد عنده أمر واحد أو تعليق واحد فيما سبق، في شيء، صلى الله وسلم على نبينا محمد.